طبعا هذا من الجوامع الأثرية والتاريخية في مدينة الموصل التي تسخر بالعديد من هذه الجوامع، وجامع العباس ابن مرداس أيضا من الجوامع الأثرية. طبعا يعود تاريخ بناء هذا الجامع إلى سنة 1346 هجرية، بني على يد عبد الله الشبخون، وطبعا تأثر أيضا بعد عمليات التحرير، لكن الحمد لله تم إعادة بنائه، كما تم إعادة بناء وإعمار العديد من الجوامع الأثرية في مدينة الموصل، وعلى رأسها جامع المصفي والآن جامع المنارة الحدباء. هو هذا ديدن أهل الموصل، هو المحافظة على تراثهم وحضارتهم، وهذا أمر ليس بغريب على أهل الموصل. فأهل الموصل دائما يحافظون على تراثهم ويريدون أن يبرزوا هوية هذه المدينة العريقة من خلال المحافظة على تراث هذه المدينة. صار لي 60 سنة، فوق 60 سنة نعرف الجامع موجود وهنا، بس من جو الدواعش شوية أذون يعني فجرونه، حلوها قدامي المنارة، قلت لهم بيعونيه ما قبل بيعونيه، قالوا لا ما نبيعها هنا. زين هم الله يبارك فيهم، اكو واحد رجل كان والله يمكن جاء اولاده منهم يمي، مره سالوني قال هذا جامع عين بني؟ قلت لهم ايه عين بني. قال والله ابونا كن امنا كن يشتغل مناره، قال اذا بنى الجامع رجع لهم اياها، والحمد لله كن جابها سته مناره، والاخ رضوان هم ما شاء الله يعني بنى الجامع، وابنه كان معانا وجماعه كثير وقفوا بالجامع، الحمد لله صار جامع درجه اولى، واهم شيء تراثنا يعني هذا من تراث من قبل هذا أزيد من 1000 سنة، هاي المنارة يعني ما يقارب فوق 500 سنة عمرها، أزيد من 500 سنة هاي عمر المنارة. على أساس والله يمكن اليوم يومين جماعة البلدية المشكورين عينصفون وكذا، قالوا يمكن سيد المحافظ هلا يومين ثلاثة يجي يفتتحوا الجامع، وإن شاء الله يفتتح ويصير مثل ما يقول أنا وأنت وأي شريف كان يجي يصلي بينه هالجامع هذا. هذا موقف بطولي بالنسبة للدين الإسلامي الحقيقي المبدع، الضحى بمالكيته بشراء المنارة وبعد إعمار الجامع العباسي رجعوا للعمار ماله ودرج ماله وتصميمه الجديد وبنايته الجديدة والاعتناء به، ونطلب من كافة المواطنين اللي يزور شارع النجفي يزور هذا الموقع جامع عباس مرداس. أهل الموصل خاصة هاي الأيام الأخيرة لمساتهم كثيرة على الجوامع، يعني مثل جامع شيخ عبدال، جامع الباشا، جامع العباسي، جامع الخضر، جامع النبي جرجيس، هذول أنبياء كانوا موجودين داخل الموصل الحبيبة.